والد اعتبر يمكن اكبر مشجعين الهلال. من كم سنه ما شاء الله شجع الهلال؟ من 40 سنه. 40 سنه ما شاء الله. طيب ما شاء الله فيك روح الشباب يعني. فيك روح الشباب ما شاء الله الهلال يعني. ايش السبب هذه؟ سبب تشجيعك الهلال ولا شيء ثاني يعني؟ لا تشجيع الهلال. تشجيع الهلال. 40 سنه. الاسم الكريم؟ عمر الانصاري. عمر الانصاري يعني من 40 سنه شجع الهلال. طيب شوف كيف شفت الهلال خلال الفتره دي كلها 40 سنه ما شاء الله. والله كان الحمد لله كان سيء لكن الحمد لله تحسن الان الحمد لله مع قوة الزكاة هذه تحسن ما شاء الله. طيب المباراة اليوم كيف كانت؟ المباراة كان الحمد لله كانت الشوط الأول كان سيء اللاعبين ما قدروا هذه الشيء لكن الشوط الثاني بدأ الحماس الحمد لله. تتوقع ان شاء الله يفوز بالدور السنه هذه ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. مشاءة الله ان شاء الله. طيب طيب خلال 40 سنه ما شاء الله يعني ولا يوم يعني كم المباراه اللي تحضرها للهلال يعني؟ انا كنت احضر المباراه الكبيره زي حق الاهلي والهلال النهائي يعني. تتذكر اول مباراه حضرتها؟ اول مباراه حضرت تتذكرها اول مباراه للهلال تتذكرها؟ هي اتذكر انا ما احضر الا كاس الدوري ولا تذكر اول مباراه حضرتها يعني قبل 40 سنه؟ تذكر اول مباراه حضرتها قبل 40 سنه؟ من 40 سنه ما كنت ما تتذكر اول مباراه؟ طيب ايش المباراه اللي ما زالت في ذهنك ما تنساها ابدا يعني؟ كاس اسيا. كاس اسيا ما شاء الله ما شاء الله. طيب ايش تقول بالنسبه للمشجعين او الجماهير بالنسبه للتعصب الرياضي؟ والله تعصب ما في شيء، والله ما في شيء، والله ما ولا فايد ولا راح يجيب شيء. صحيح. تعصب. نعم، يعني مو واحد ممكن يشجع بدون تعصب. بدون تعصب، بدون انفعال، بدون شيء. بدون انفعال. يعني انت ما شاء الله 40 سنة تشجع الهلال وما يعني. لا الحمد لله ما الحمد لله. ليش التعصب؟ شيء عادي. يعني مو عيب الانسان انه يشجع نادي بدون انفعال بدون انفعال بدون شيء. زي ما حصل الشباب طبعا. زي ما حصل العام يوم مباراة مع النصر. على كاس الدوري ناس كثير ماتوا صحيح كان ضغط صحيح صحيح بعضهم صحيح ما شاء الله العمر يعطيك العمر العافيه كم السنه الان ما شاء الله؟ انا 60 ولا 70؟ لا لا 60 60 الله ان شاء الله يعطيك العمر العافيه باذن الله وان شاء الله باذن الله يعني تستمر افراحك ان شاء الله وان شاء الله باذن الله هذه رساله مهمه للشباب انهم يبتعدوا عن التعصب الرياضي نعم